يا بيبي بونجور يا حياتي. حياتي منيح لي جد. بتعرف ليه؟ لانه اللي ساعة عم فكر متى رح تجي، في موضوع كتير 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 ضروري لازم نحكي فيه انا وياه. اكيد يا حبيبي بنحكي بألف موضوع، بس بالاول بدك تعطيني بوسة. رو مش كل مرة تضيع الحديث بالبوسة. علينا الي مش اللي بشتغل انا وياك 5 سنين. مزبوط. كل العالم والصحافه واصحابي بيسالوني ايمتى رح يصير شيء جدي بينك وبين الي. ليك ما شايف بقى انه لازم نخطب ونتجوز؟ لا لا لا، لا يمكن نحكي بقى الحديث الاثنين، لا يمكن. بعدين نعرف الاول على اي خزوع انتخابي بدنا نقعد. بعدين الاثنين خلينا نلعب بشي شغله تنفعنا نحن وياك. الي ترك لي الجنرال عون هلا وقل لي بتحبني؟ لك ايه؟ لك شو هالسؤال هيدا؟ بالطبع بحبك، وبالطبع انت الزهرة يلي بدي اقطفها حتى شو؟ ترك لي شعري 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 لسه عم زبطه كرامتك، ترك لي شعراتي. يعني حقيقة بريد قلك انه شعراتك ما بيضاهوا شعراتي، حقيقة هالتسريحة يلي مرافقتني من انا وكنت شب ومن انا وكنت نايب ووزير ورئيس جمهورية، حقيقة وبقيت تسريحة شعري على ما هي بالرغم من كل العواصف الهوجاء يلي عصفت فيي. يا شيخ ضيعتني الي بشرفك، عن جد عم بحكي جد. انا شو بالنسبة لإلك؟ يعني انا بريد قلك يا قاضي شادولي انه بيت رجال تيسرقك بدي ابيقدرش، وبنت مثلك بغيري ابتنغربش وايضا ابتحبش، وهذا الكلام موجه ليلي بيسمع وليلي ابيسمعش. يا عم اسمع انت شوي بقى، يعني ما معقول هيك عيتي، منك حاسس انه بقى لازم يجمعنا سقف واحد؟ يا عزيزتي يا عزيزتي، انما يجمعنا هو المصير المشترك. نعم، والتاريخ والجغرافيا، وايضا تجمعنا الاحلام العربيه، ويجمعنا ايضا التخت الشرقي مش التخت. خلينا نعمل شيء تخت بشرفي. يا عم اترك لي بشرفي، اترك لي التخت. مش قادر لك لحين، عن جد سميت اللي بدني، عن جد الي انا شو بالنسبه لك؟ يعني خليني اقول لك شغله، انه انت 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 بالنسبه لي مثل عصفور الفري، ومن بين ايدي ما راح تفري. يا عمي روي يا عمي، يا اللي بليز يا حياتي، خلص بقى خد موقف هيك وعمول زلمه وتجوزني. انا زلمه انا زلمه ومنش مثل هوديكي زلمت، وانا هديت الاخر دقيقه وانا كنت البريزيدان. البريزيدان شو هلا؟ يعني انا كايلي مش هندف، يعني صحيح صرت البريزيدان وبطلت عم بلعب، بس هديني يا دولي انا بعدني كتير قوي، وراح الليله اكد لك انه بعدني كتير قادر حط دانكيت بقلب السله، وحورجيكي شو راح اعمل. يلا الي بحط 3 بوينت وبقطش الشباب.